هذا وتقدمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المنامة وجميع منتسبي السفارة بحر التعازي وصادق المواساة إلى عائلات وأصدقاء رجال قوة دفاع البحرين الذين قدموا أرواحهم أثناء تأدية واجبهم الوطني متمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل كما عربت السفارة الأمريكية عن تعازيها لحكومة وشعب مملكة البحرين في هذا المصاب مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة باعتبارها حليفا وصديقا طويل الامد للولايات المتحده الامريكيه